مساء الخير العرسان ديالنا. شكرا شكرا، تبارك الله عليكم، مبروك عليكم. شكرا بزاف، بارك الله فيك. وديتي الزينه؟ كيعترف. شنو تبغي تقول لها اللي غتكون مراتك ومات وليداتك وشريكة حياتك؟ بغيت نقول لها راه تنبغيك، وزعما ملي تزوجنا راه حتى كانوا بيناتنا بزاف ديال الحوايج اللي مشتركه بزاف، وزعما الله اللي قدر، فريمون الله قدر اننا نتزوجين، حيت تنتفاهموا في بزاف ديال الحوايج. لا شفتينا كيفاش دايرين في الحياه العاديه، تقول لي هذا واحد ماشي جوج. وينو ليلى الناس كيعرفوك كصحفيه، اليوم غادي يتعرفوا عليك اكثر كزوجه الكوميدي غسان. عاودينا على قصه الحب ديالكم، كيفاش تلاقيتوا اول مره؟ واش خدمتوا مع بعضياتكم، ولا جات كان الحب من اول نظره، ولا كانت شي قصه من اخر نظره؟ لا، ما تلاقينا في مسرح محمد الخامس، كنت انا ديك الساعه كنخدم في المسرح، وهو كان جا في واحد الفيستيفال ديال كورميتراج، وتلاقينا ومشيت تصورت معاه حيت كان كيعجبني غسان في كوميديا وداكشي. ما في بالي حتى حاجه واش غنكون كنعرفو ولا واش غيتزوج بيا ولا شي حاجه، مشيت تصورت معاه حيت كيعجبني صافي، وداكشي بشويه بشويه تطور بحال هكا. تولى الحب. تولى الحب الحمد لله، مبروك عليك، بارك الله فيك. شنو تبغي تقولي لي اليوم؟ غنبغي نقول لك بحال اللي قال هو، انا وغسان كنتشاركوا بزاف ديال الحوايج، كثر من هادشي اللي قال هو، دابا داكشي كبير بزاف. خليكم بعضياتكم. 20 درهم كنقسمها معاه. ما كنخليهاش بلاش. دوزنا انا وغسان بزاف ديال الظروف اللي زوينه واللي خايبه. الحلوه والحاره. فهمتي؟ كاين غسان بعض الرجال اللي كيتزوجوا كيقول للمراه جلسي في الدار، انت تخليها تخدم ولا طبعا غادي تجلس في الدار. شي واحد لا كنضحك معك. طبعا خاصها تخدم المراه، فهمتي؟ دابا العصر اللي حنا فيه دابا ماشي ديال المراه تجلس في الدار، بالعكس تخدم ولا دير اللي بغات، فهمتي؟ انا من الاحسن تنقول انها خاصك تخدم وتعاوني انا في الخدمه ديالي، حيت كنتشاور معها بزاف ديال اللعيبات، تقول شنو دير شنو ما ديرش، بزاف المرات كنرجع زعما هي اللي كتوريني شنو اللي خاص اللي في مصلحتي، دونك راه خدامه معايا على باس. حتى هو في الخدمه كيعاونني بزاف، كيقول لي شنو ندير شنو ما نديرش. غسان راه داكي، تبارك الله عليك. شكرا بزاف، الله يبارك فيك. ان شاء الله نشوف وليداتكم يجوا يحضروا معكم ان شاء الله. كلمه اخيره للجمهور. شكرا لكم حيت جيتوا، شكرا للناس اللي غيشوفونا. كنت بغيت نعرض على المغرب كامل، ولكن لا صاله هادشي اللي كتهز فهمتي، هانتوما تفرجوا في فيديوهات، ومرحبا بكم كاملين، وانا فرحان بغيت نتقاسم هذا الحب مع الناس ويعرفوا ليلى حتى هما باش يبغيوها كما انا كنبغيها. شكرا بزاف، الله يكمل عليك. شكرا ماريا، شكرا، مرحبا بك، مرحبا.